بدأت أسعار اللحوم البيضاء بالانخفاض عن مستوياتها السابقة، حيث سجل سعر الكيلوغرام من الدجاج اليوم بأسواق العاصمة 300 دينار بعد أن كان ب 350 دينار في وقت سابق. التراجع وإن كان يبدو متواضعا أرجعه بعض التجار إلى توالي مواسم الأعياد. كان 36,000 هبط شوية في 30,000 دوكا، ما غير كي جا قبل من العيد هكذاك، دوك مول العيد يزيد يطلع الدجاج، ولا الدجاج هو راه كاين هو ما كاش. الدجاج مازالو في بلاصتو 33 32 قالو راهو يدير 30,000، مازال ما هبطش. حنا كي يهبط الماكسيموم السومه تاعو 22 23 هذيك هي سومته كي يهبط. كان يدير 35 36 نبيعوه، دوكا 30,000 صافا. فيدي كلشي. لي كويس كيما اليوم لي كويس بعناه 25 دوكا راه مليحه وناقص شويه، نورمال راه مازال شويه، لا مازال تزيد حتى تبرد الحاله شويه، الناس تاع الفلاح يعاود يريكيبيري كذا. مستويات اسعار الدواجن ربما تعرف مزيدا من التراجع اذا ما انخفضت اسعار الاعلاف حسب رئيس المجلس المهني المشترك لشعبه الدواجن. هربوا شويه من الشعبه هذه نظر فيها عده اسباب، السبب الرئيسي والاولي هو غلاء الاعلاف. على هذا لاحظنا باللي رغم عيد الاضحى المبارك لكن السعر ما خفضش، انخفض لكن انخفض بكميه قليله، هذا ما كان السعر راح تنخفض. علاه كنا نهضروا على السبب الرئيسي هو الاعلاف، الاعلاف الحمد لله المسؤول له على القطاع اللي تمثل فيه معالي وزير البلاحه قام بعمل جبار مع وزير التجاره، وقاموا بإيجاد حلول جذرية وسريعة للمستوردين تاع المواد الأولية اللي تدخل في التركيبة الأساسية تاع تغذية الأنعام، وفعلا المواد الأولية دخلت والأعلاف كلها موجودة، ولات عبارة عن مراقصة بين 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 المستوردين في بعضهم، وعلى هذا كي تكون المناقصة هكا تكون لا كونكورونس السعر تنخفض تاع الأعلاف. وخلال الصيف الماضي أصدرت وزارة التجارة رخص خاصة باستيراد أغذية الدواجن، ما تسبب في تقليص عدد المستوردين لهذه المواد التي تعتبر أولية في تربية الدواجن، ما سبب ندرة في السوق الوطنية ساهمت في عزوف المربين ورفع الأسعار لمستويات قياسية.